ديفيد، اهلا بك. يعني يبدو بان اليورو اليوم مستقر نوعا ما، دولار 16 سنت، في انتظار قرار البنك المركزي الاوروبي، وما الذي ستقوله كريستين لاغارد؟ ما الذي تراقبه في هذا البنك، وكيف تتوقع ان يتحرك اليورو على قرار في الاي سي بي؟ أعتقد أننا سوف نشهد استمراراً للخطوط العريضة من كريستين لاغارد بأن البنك المركزي الأوروبي ليس قلقاً بشأن المستويات العالية من التضخم، وهذا بالطبع هذا فيما يتعلق بالتحديثات التي سمعناها من الفيدرالي وبنك إنجلترا مؤخراً، هذا عكس ما جاء حسبهما، حيث كان هناك تجديد فيما يتعلق بلغتهما. إذا ما لاحظنا التصريحات التيسيرية من قبل البنك المركزي الأوروبي، أعتقد أننا سوف نعود نحو مستويات 1.15 بالنسبة لليورو دولار على المدى القصير. من الواضح جداً بأن هناك اختلاف بين تفكير البنك المركزي الأوروبي والنظرة المستقبلية فيما يتعلق بالفيدرالي والتضخم، حيث أن هناك اتجاه مختلف، اتجاه تجديدي، وبذلك أتوقع أننا سوف نشهد استمراراً للاتجاه الهبوطي بالنسبة لليورو دولار، والذي بدأ منذ بضعة أشهر. طيب، الدولار بشكل عام بعد وصوله إلى أعلى مستويات في عام بدأنا نشهد ضغوط بيعية عليه منذ أسبوعين تقريبا، وصلنا لأدنى مستويات في شهر، عدنا نشهد قفزة في جلسة يوم أمس، واليوم أيضا المؤشر يستمر في الصعود. هل تعتقد بأنه يعني في طريقه لتسجيل أعلى مستويات جديدة لهذا العام، أم أنه قد يعني ينهي العام دون المستويات التي سجلها عند 94.50 تقريبا؟ أعتقد أن الاتجاه الصعودي الذي شاهدناه في مؤشر الدولار الأمريكي أمس هو بداية للارتفاع التالي لمؤشر الدولار. أعتقد أننا سوف نرى وضوح للارتفاعات التي بدأت في 12 شهرا، وسوف نسجل ارتفاع جديد لعام، وذلك لمؤشر الدولار الأمريكي. ويبدو بالنسبة لي أن البنوك المركزية الرئيسية حول العالم، الفيدرالي كان في المركز الأول فيما يتعلق بمن سيقوم بتجديد السياسة النقدية أولا، والآن علينا نتذكر أن بنك إنجلترا قام بتغيير طريقه في الأسابيع القليلة الماضية. كان هناك في معسكر أن التضخم سيكون مؤقتا، ومنذ أسبوعين أندرو بيلي وهو رئيس بنك إنجلترا قال في مقابلة أن التضخم مرتفع، واستمعنا أيضا تصريحات من سيد ساندرز وأن البنك المركزي هناك سوف يرفع معدلات الفائدة، وذلك قبل توقعات السوق. إذا هناك مجال لبعض البنوك المركزية الأخرى لرفع معدلات الفائدة كبنك إنجلترا، ولكن يبدو أن الفيدرالي الأمريكي هو الذي سيكون في البداية، وأعتقد أننا سوف نشهد استمرارا للارتفاع الخاص بالدولار الأمريكي على نطاق واسع. أخيرا دعنا نتحدث عن بعض عملات السلع. يعني شهدنا قفزة كبيرة في عملات السلع في الآونة الأخيرة، تحديدا الكندي الذي يعني من العملات القليلة المرتفعة أمام الدولار الأمريكي لهذا العام. كيف تتوقع توجهه اليوم، وخصوصا بأنه يرتبط كثيرا بتحركات السلع؟ أعتقد أن الارتفاع الكبير للدولار الكندي خلال الأشهر الماضية سوف يستمر. بالطبع كان هناك حركة صعودية في WTI وأيضا نفط البرنت، كان هذا ما قاد الدولار الكندي خلال الأشهر القليلة الماضية. كندا أيضا تعتبر
لديها قطاع كبير نسبيا وتشهد أيضا تعافي اقتصادي من الجائحة، وهناك أيضا إدارة جيدة للفيروس. وأعتقد أن هذا يتعلق بالعلاقة بين الدولار الكندي وأسعار النفط، ولا سيما خلال الأسابيع القليلة الماضية. علينا نقول أيضا أن الدولار الكندي أيضا مقابل الدولار الأمريكي والدولار النيوزيلندي والأسترالي منذ بضعة أسابيع أو بضعة أيام، نعم خلال 24 يوما ساعة شهدنا الـ WTI وصل إلى أعلى مستوياته في 7 سنوات. إذن هذا ما يجعل الدولار الكندي يرتفع بشكل كبير، وهو مسعر بالدولار الكندي. وأيضا هذا أيضا مقابل الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني والكيوي. إذن هناك اختلاف بين الاثنين، وهذا يجعلني أعتقد أن بعض الأشخاص ربما سوف يقومون بالانسحاب فيما يتعلق بالدولار الأمريكي. وإذا شهدنا أي تراجع في أسعار النفط، علينا أن نواجه أن الأمر بأننا سنشهد أيضا في قد نشهد تراجع ببضع دولارات، وبالتالي سوف يؤثر ذلك على الدولار الكندي وتراجعه. وهذا ديفيد مادم محلل أسواق في كويتي جروب من لندن، شكرا جزيلا.